الآن نترك الكلمة للأستاذ أسامة الرياني فليتفضل. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله، لكم جميعا كل الحب والود باستثناء الدكتور نزار، وهذا الاستثناء كما استثنى زهير بن أبي سلمى هارم بن سنان. قبل أن أبدأ ذكرتني الأستاذة زهرة بحديثها عن وزارة الثقافة، ذكرتني بقول الأول: لقد أسمعت ولو ناديت حيا، ولكن لا حياة لدى الوزارة، ونار لو نفخت بها أضاءت، ولكن لا لهيبة ولا حرارة. على أي حال، أستثني الدكتور نزار لأنني أخذت عليه عهدا أن لا ألقي أي شيء في هذا اللقاء، فأنا لم أجهز قصيدة ولم أكتب شيئا، فكان قد عاهدني وقال: أنت بس غير تعالى أحضر ومش حنقول لك تقول شيئا. لكنني أعرف تماما أن لا عهد للشعراء، لا عهد للشعراء، هذا دأبهم، في كل واد هائمون حيارا، بانت سعاد فغيروا لسمية، خانوا وكم كسروا قلوب عذارا. لا فرق إن عاهدت امرئ قيسهم أو كنت عاهدت الصديق نزارا. كنت أحاول أن أكتب شيئاً للمركز، وكانت دائماً تتردد في ذهني أبيات أحمد شوقي رحمه الله حين يقول: قم في فم الدنيا وحي الأزهر وانثر على سمع الزمان الجوهر. للأسف لأنني لست أحمد شوقي فكتبت: فكري من النكز العنيف تحززا، والشعر ما اعتاد الخمول ليلكزا، قد كان هذا الصرح وعدا ماثلا، والحر إن وعد استمات وأنجزا. هو حين أجدبت الثقافة واحة، هو منجم جمع العلوم وأركزا، هو مركز الشيخ الجليل بفضله، أعيا لسان المادحين وأعجزا، كم باحث وجد المكان مساندا، وعليه من فضل الإله تعكزا. كذا لو كان شوقي بيننا لشدا لنا، قم في فم الدنيا وحي المركز. شكرا لكم.